مرحبا أصدقائي، طبعا بعد ما خلصنا القائمة الخاصة في الدكتور هنيجي للقائمة الخاصة في الطالب. طبعا الملف الشخصي عملناه وتاريخ الامتحان عملناه، بدنا نعمل تسجيل كورس. طيب لقيت هذا يعني الطالب هو حيسجل، يقدر يسجل كورسات، تمام. طيب هاي كيف ممكن نعملها؟ عادي بنعمل هنا بروجكت وبنسميه مثلا ريجستر كورس، بقول له نيو هنا اجي فريم، بقول له هنا RES، سمي RES واقول له ايش كورس، تمام، ولا اسش على الفينش. طيب هنا بجي بقول بغير الخصائص الخاصة في الفريم، بجي بقول له هنا تسجيل مادة، بجي بقول له هنا حط لي ديسبوز، وعندك ريفيزابل قم لي اياها هنا خليها فولس، والكود خليها ايش في السايز كود وخليها في السمبل، تمام. طيب بعد كده ايش حاجه، طبعا لقيت عشان اسجل كورس طبعا ممكن يعرض لي المواد. طب انا ممكن اعرضها بكذا طريقه، بس لكن يعني الافضل انك تعرضها ليش على تيبل، تمام. طيب يعني انا ايش بجيب هنا تيبل، او ممكن هنا احكي له اعمل هنا بانيل انه مثلا يعرف عن بيانات للطالب هاي، واقول عندك هنا هذا، او ممكن اشيل هذا. ولو رحنا على الرابس محمد اضافة طالب اضافة الاد مارك اللي احنا عملناها في الدرس السابق، اد مارك وين اد مارك ستودنت، لو جيت ونسخت هذا عملت له كوبي وجيت هنا اقول له بيست، يعني ما فيهاش اي مشاكل، يعني انت ممكن تعملها حسب بدك، تمام. طيب بعد كده انا باجي ممكن ايش اجي بقول له هنا اجي بحكي له محمد هات لي تيبل، اي تيبل هان، طبعا جبنا تري، بقول له هات لي تيبل، فباجي بحطها هيك هذا الشكل كده، تمام. وباجي ممكن اغير في الخصائص تاعته، بقول له عندك بروبرتيز، او بخلي عندك الفون تبعه 13، الفون تبع 13، هنا اقول له 13، واجي اقول له كلوز، او قبل كلوز بقول له هنا على الموديل مثلا جيم لي هدول، اقول له عندك ديليت 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 ديليت، واقول له اوكي، تمام. هلا انا ايش عند الاعمده، ايش ممكن نسميهم، بروح على الكولومينج مثلا هذا، مثلا بحكي له اللي هو تسجيل، تمام. هنا بحكي له اللي هي رقم المادة، وهنا بحكي له اللي هو لو اسم محمد اسم المادة، وهنا بحكي له عدد ساعات، عدد الساعات. وممكن اضيف كمان واحد اقول له دكتور المادة او المدرس، فباجي بقول هنا insert، وبقول له هنا ايش دكتور، هنا ايش المدرس مثلا، هذا الشكل. طيب تسجيل هنا حيكون نوعها بوليان يعني زي حكينا true false، وطبعا الستابل خليها يعني بقدرش انا اعدل تغير في الحجم تبعها، والايديتابل كمان، بس لكن الايديتابل حيكون للتسجيل، تمام. طيب رقم المادة اللي ممكن اديها ديفولت هو 15، وعندك التسجيل ممكن اديها كمان 15، وعدد ساعات وديها 15، تمام كده يعني بيكفي، تمام. تسجيل رقم مادة اسم مادة عدد ساعات والمدرس. طيب ممكن كمان يعني عدد التسجيل اخليها مثلا هنا 5 كده هيك، يعني يكون مثلا يعني خلص كده يعني بكفي. طيب هلا هذا التيبل خليه هو اسمه تيبل، تمام. فلقيت انا باجي هنا بحط بوتون عشان اقول له حفظ مثلا، باجي بسحب هنا بوتون، بقول هنا بوتون، هنا بقول له هنا ايش تسجيل، وباجي بقول مثلا بروبرتيز تاعه، واغير الخط قول له بولد 14 مثلا، واقول له عندك اللي هي مثلا فور جراوند تخليه لونه احمر، هذا الشكل، تمام. تمام هلا هذا التيبل انا بدي اخليه من اليمين لليسار، فبقول له عندك تيبل سورس هنا، فبقول له عندك جي تيبل دوت set component orientation
component orientation واقول له عندك هنا right to left، هنا اقول له right to left. في حاجة تانية ما ظنيتش انه في حاجة تانية، تمام. طب لو جينا نعمل هنا run تشغيل وجينا يعني نشوف ايش حيصير معنا. اوكي يلا. اصل جهازي بطيء مش عارف ايش ماله، يعني لازم اعمل سوفت وير. هاي اشتغل زي ما انتم شايفين، هاي تسجيل رقم المادة اسم المادة. بس لكن انا شايفين كيف انا ما اقدر احركهم، فانا بديش يعني اقول له ايش اللي هي اتحكم فيهم. فانا ايش بعمل هان؟ بروح الخصائص هنا على البروبرتيز واقول له تحت اللي هي تيبل هيدر، بقول له عندك اللي هي ريسايزنج. طيب نجرب هاي. اول انا كنت اعملها في ال في الـ هي ريجستر وديليت كورس، تمام. فانا ممكن لو جيت هنا بعرف عن طريقها اللي هي تمام. طبعا هي ايش التانية اشيلها، تمام. باجي هنا على بوباتيز بقول له عندك تيبل هيدا، بقول له شيل التانية وحط لي هاي. اوكي كلوز، تمام. بقول له عندك ران، طبعا ايش حيكون الامور كلها، تمام. طبعا قلت بالنسبة للطالب والاسم وهذا كم ممكن اجيبها، طبعا قلت حنعملها لانها بسيطة يعني مش صعبة كثير. طبعا هاي شايفين هي عدد ساعات وكذا، وانا بقدرش انا شايفينها لو جيت اسحبها بقدرش اسحبها، او جيت مثلا هنا اعملها تغيير للحجم ما مش حقدر، تمام. طيب قلت لو انا هذا عندي تمام، قلت هاي مثلا الاي دي والنيم انا كم ممكن اجيبهم؟ بكل بساطة بروح على السورس هنا بقول له اول ما تفتح الفريم قوح لي على اللي هو عمل لي للاي دي دوت سيت تكست سيت تكست، وهات لي من اللوجن دوت اي دي، تمام. وباجي بقول له للنيم دوت سيت تكست، واقول له عندك من اللوجن دوت يوزر، تمام. انا كده جبتهم عادي ما فيش اي مشاكل، يعني شايفين كيف الامور بسيطه جدا. بس علينا احنا الدرس الجاي يعني حنعمل انه كيف ملي هذول البيانات في يطبع البيانات او يظهر البيانات او يظهر المواد اللي هو الطالب مسجلها زائد المواد المطروحه للتسجيل، تمام. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.